نكمل بعد انسحاب الغرفه التجاريه الغرفه حاليا اربع منسحبين تمام دوران الغرفه نفسه لو مشوا معناه احنا حاليا مش هيمشوا ان شاء الله يا دكتور نعم يعني هم مشي ولا لا هم مستنيين البطايق خلاص هم دخلوها عندهم من الغرفه نفسها مش هيمشوا مش هيمشوا سلموا خلاص يا جماعه يا جماعه يا باشا يا باشا يا باشا انتوا اعطاء الغرفه تستمروا معانا ولا ماشيين سامعين يا جماعه الغرفه منسحبين ما انتوا بتدوهم الايحاء ده بتدوهم ايحاء الغرفه ينسحبوا الموظفين الحكوميين قرروا الانسحاب لا نملك استكمال عمليه الامن مفيش امن كمان وعليه يا جماعه عليه نص ساعه احنا هنمهل نص ساعه تاني ان امكن تدبير حد لساعه 12 هنلغي الانتخابات اهم خد يا استاذ يا جماعه الوضع كله ما حدش يتكلم على كلام بعد يا باشا يا استاذ بعد اسمك بعد اسمك دي ناس موظفه ومسؤوله عندها اوامر جايه من رئيسهم بيقول تعالى ساعه وارجع شغل تاني مش بيت اتفضل بس خلاص الموظف الناس كل ما كل ما جاي من الوقت مش كل ما هتقف لسان تنتخب هتبقى متضايق قرار سريع يا دكتور اشرف ايوه يا دكتور اشرف نعم دول احنا جايين عشان انتخب مش ما ينفعوش يقبوا الوقفه دي ما ينفعوش من 9 لغايه يا انتخابات يا ما فيش انتخابات يا باشا قولا واحدا اصحاب الغرفه فين معاك يا دكتور بس انما الثابته تقف كده كل ما هيقفوا كتير كل ما هيتضايق